السلام عليكم. هذا الفيديو كيقدم لكم تطبيق وفر. وفر تطبيق كيخلي اي زبون يخلص عند مول بيسري وياخذ تخفيضات الى خلص بالتطبيق. هاد التخفيضات ما كيأثروش على الارباح ديال مول بيسري، بالعكس كيزيدوا في الارباح بجوج ديال الطرق. اولا كل خلاص كيستقبلوا مول بيسري بالتطبيق كيعمر له هاد لابار، ملي كتعمر لابار كيوصلوا الفلوس مباشره. هاد الفلوس فوق من الرباح ديال السلعه اللي ربحتي، الكليان رابح ومول بيسري حتى هو رابح. ثانيا فين ماشي زبون كيبغي انستالي التطبيق خاصو يجي عند مول بيسري باش يطلق ليه التطبيق. كل زبون كيتسجل مول بيسري كيتخلص عليه 10 دراهم. هاد التطبيق كيقدر يربح مول بيسري الالاف ديال الدراهم كل سيمانه. كاع الفلوس ديال هاد التطبيق كيكونوا في سمارت فلوس، وكيمكن مول بيسري يستعملهم باش يشري سلعه اولا ياخذهم كاش عند شركات نقل التمويل. فوق من هاد الشيء هاد التطبيق 100% فابور لمول بيسري، وفروا سمارت فلوس الربح ديالو مع الشركات اللي كيبيعوا الموالين البيسريات. ممكن لاي واحد يدير تطبيق وفر، ولكن هاد لا فيرسون اللي كتربح الفلوس خاصه بمول بيسري وما غاديش تكون عند اي مول بيسري اخر. الا بغيت تستافد منها وتاخذ مزيد من المعلومات اتصل بمالين ماجيكس.